حقيقة من هذا اليوم هو ابتداء لعمل السابق السنة الماضية الذي حظي بنجاح باهر ومنقطع نظير في مؤتمر الأفريقي للصناعات والتي قامت به جمهورية مصر العربية، والذي حقيقة حظي بقبول واحترام وتقدير كافة الوزراء والجهات التي شاركت في هذا المحفل العلمي العريق السنة الماضية. واليوم احنا في نسخته الثانيه من اجل مزيد من التفعيل العمل الصحي العربي المشترك مع نظرائنا في الدول الافريقيه، وكذلك من اجل وضع اتحاد المسابقه العربيه على الخريطه الافريقيه، وفي نفس الوقت تفعيل الدور القيادي والريادي لجمهوريه مصر في هيئه مثرى في هيئه الغذاء وفي هيئه الشراء الموحد في رسم التطورات المتلاحقه في جمهوريه مصر في النظام الصحي والنظام الاجتماعي امام نظرائهم المجتمع الافريقي. تم توقيع بروتوكول النهارده بين اتحاد المستشفيات العربيه والمعرض والمؤتمر الطبي افريكي هيلث اكسكول، واللي بتشرف على تنظيمه الهيئه المصريه للشراء الموحد بالتعاون مع جميع الجهات المعنيه الصحيه في مصر، هو تحت رعايه السيد رئيس الجمهوريه. البروتوكول النهارده بيفتح افاق جديده للتعاون وتبادل الخبرات بين المستشفيات العربيه والدول العربيه، زي تنفيذا لتعليمات وتوجيهات السيد رئيس الجمهوريه ان يكون المعرض والمؤتمر الافريقي ده منصه مستدامه سنويه لتبادل الخبرات بين جميع الدول العربيه والدول الافريقيه، وكل الخبرات تيجي وتتكلم مع بعض ونناقش مشاكلنا الصحيه في الدول العربيه والدول الافريقيه وننقل خبراتنا لبعض. فإن شاء الله بإذن الله يكون التوقيع البروتوكول ده بداية انطلاقة للتعاون وتعميق العلاقات بين الدول العربية والدول الأفريقية في المجال الصحي.